لا تزال طبول الحرب تقرع، هذا ما يظهر في الأوساط السياسية البريطانية. فرئيس الوزراء بوريس جونسون ترأس اجتماعا للجنة الأزمات المعروفة باسم لجنة كوبرا، والتي تضم وزراء ومسؤولو شؤون الأمن القومي للتشاور حول السيناريوهات المحتملة لأزمة أوكرانيا. وبالرغم من مبادرة تخفيف التصعيد العسكري بإعلان روسيا عن عودة بعض قواتها في المناطق العسكرية الروسية المتخمة لأوكرانيا وعودتها إلى قواعدها بعد استكمال التدريبات، لكن الخطوة الروسية لم تطمئن الخارجية البريطانية، بل توقعت عمليات خداع عسكرية لغزو أوكرانيا إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية لسحب القوات الروسية من على الحدود الأوكرانية. نحن نتحدث مع الروس ونكشف نواياهم في وضع حكومة موالية لهم في كييف، ونتوقع حدوث خدعة تتخذها روسيا كذريعة لتبرير غزوها لأوكرانيا. لهجة التصعيد البريطانية المستمرة تجاه روسيا سببها الكثير من الأسباب، على رأسها نقص إمدادات الغاز ونقص السلع الغذائية التي تستوردها من أوكرانيا، وفوق ذلك أثار هذا الغزو الامتداد الروسي داخل القارة الأوروبية العجوز، ولكن فوق ذلك هو التخوف الشديد من أن الصين تقوم بعملية عسكرية وعلى أثرها تغزو تايوان وتضمها إلى أراضيها. عمرو منيري، قناة الغد، لندن.